فولدت الموصل مرة ثانية وكان مشروع إحياء الموصل. هذا الكتاب جاء لتوثيق مرحلة مهمة وهي مرحلة النزوح العكسي. مدينة الموصل القديمة والعالم كله يعرف أنه شهدت نزوح لأكثر من 1,000,000 إنسان من المنطقة القديمة، نزح لشتى الأماكن، للمخيمات، للجانب الأيسر، لدول، ففرغت المدينة. وكان هذا موضوع مرعب حقيقة، يعني أن تخلو المدينة القديمة من سكانها الأصليين، هذا كان رعب حقيقي، وليس هو احتمال بل هو حقيقة أصبح، يعني خليت المكان 17-18 هي مهجورة. أن تعاد هذه المنازل بطريقة مو عادية، يعني احنا كنا نرضى أنه ترجع بطريقة عادية، تعرف أنه مشاريع كثيرة عدى يعني رجعت البيوت بشكل بسيط، صبغ وحائط، المهم الناس ترجع، وهذا كان فرحة ما بعدها فرحة. يعني هذا الحلم أصبح حقيقة، وكان لازما علينا كمؤسسة ثقافية وكناس مهتمين أن نوثق هذه المرحلة، فوثقناها عن طريق 3 محاور. المحور الأول الصور الفوتوغرافية والجولات، بديناها من الأطفال والنخب والفنانين والسياح. المرحلة الثانية كانت عن طريق لوحات فنية تشكيلية، والمرحلة الثالثة والأهم عن طريق كتاب ضم شعراء وأدباء ومدونين وصحفيين وكتاب مسرح، كلهم وثقوا العودة بطريقتهم الخاصة. يا هي الموصل تعود من جديد لتقول كلمة أخرى تكتب في فصل الإبداع والإنجاز. كتاب العودة إلى محلتنا كتاب يتحدث عن مشاعر الناس من أبناء مدينة الموصل اللي عاشوا جزء من عندهم عاش تجربة داعش المريرة، وجزء من عندهم عاشها من خارج المدينة لكن تابع هذه الأحداث بعد عمليات التحرير، بعد إعادة إحياء روح المدينة ولو بنسبة معينة، بدأوا ينقلون انطباعاتهم ومشاعرهم حول هذه العودة وحول إعادة روح المدينة من خلال البيت الذي يعد المكان الأول لارتباط الإنسان بأرضه وارتباطه بمحيطه الاجتماعي. ساهمت في موضوع بعنوان موروث المكان، تحدثت عن علاقة الإنسان بالبيت وعلاقة البيت بالجوار وعلاقة المحلة بالمجتمع، وكيف بدأ ارتباط الإنسان بأرضه من خلال البيت الذي احتوى على كل سنوات تربيته وكل عاداته وتقاليده من أجل إعادة ترميم معالمنا التاريخية وتراثنا الثقافي.